سور البهلة. سور البهلة هو سور دفاعي ذو استحكامات فريدة يمتد لمسافة 7 أميال 12 كيلومتر تقريبا، وهو مزود بأبراج وغرف للجند ومرام للسهام والبنادق. ونظرا لقدم وعراقة هذا السور فلا يعرف له تاريخ محدد، وله 7 أبواب رئيسية، منها باب البادي وباب السيل وباب صباح سالم وباب البطحاء وباب الخرزبان. وتشير بعض الآراء إلى إنشائه في فترة التواجد الفارسي في المنطقة، بينما يرى البعض أن النباهنة قاموا بإنشائه عندما اتخذوا من بهلا عاصمة لهم. وتختلف قصص سبب بناء السور، ومن هذه القصص أنه في قديم الزمان كانت هناك حرب بين بهلا وإحدى المناطق، وكان والي بهلا يعطي الجزية لوالي المنطقة الأخرى لكي لا يحاربهم، ثم فكر والي بهلا بخطة تعفيه من إعطاء الجزية وأيضا تكف الأعداء عن محاربتهم ودخولهم إلى ديارهم. فاجتمع مع أهالي بهلا واخبرهم ببناء السور بشرط أن يكونوا حذرين من نساء الغريب. وعندما كان أي شخص يسألهم عن سبب بناء السور، فإنهم كانوا يتحججون بالحيوانات التي تدخل المنطقة وتأكل محاصيلهم الزراعية. وفي يوم الموعد لاستلام الجزية، رفض والي بهلا إعطاءها لأهالي المنطقة الأخرى التي تحاربهم. ورجعوا الأشخاص المرسلين لاستلام الجزية لواليهم يخبروه بالخبر السيئي. غضب والي المنطقة الأخرى واستعد لمحاربة أهالي بهلا، لكن لم يستطيعوا اجتياز السور. وصار السور حصن أهالي بهلا من كل عدو تراوده نفسه لاقتحامه.